طبعا بدنا نرحب، تفضل، بدنا نرحب بأحمد الظاهري. السيرك هو عالم بيمتزج فيه الخيال بالفن عبر تجسيد حركات استعراضية إبداعية ممكن أن تثير دهشة المشاهدين، لا سيما وأنه يعد من الفنون يلي تغيرت مفاهيمها وأساليبها عبر التاريخ. ضيفنا اليوم شاب إماراتي موهوب اختار مجال السيرك ليعبر عن نفسه مستخدما تقنيات منها النار الليزر لتقديم عروض مذهلة تجمع ما بين الخطر والتشويق. طبعا لاعب السيرك الإماراتي أحمد الظاهري، صباح الخير. صباح النور. شكرا لوجودك معنا. بداية خلينا أبدأ بمواقع التواصل الاجتماعي وحسابك الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشرت بوضوح وبصريح العبارة أنك صانع سعادة. شو هي السعادة بمفهومك وكيف تقدر تصنعها والأهم توصلها للآخرين؟ طبعا أول شيء أشكر قناة دبي على الاستضافة وشرف لي أني أكون موجود في مقابلة اليوم. طبعا السعادة معروفة، يعني نحن نحب نزرع السعادة يعني للناس مثل الكبار والصغار. نعم. فمثل هذه العروض نسميها عروض ترفيهية، فمعناته أن نحن نصنع السعادة ونسهم بهذا الشيء اللي نحن نقدمه. نعم. وكشعب إماراتي يعني يشوفون هالشيء غريب عليهم أن في واحد إماراتي يقدم هذه الأشياء. نعم. فمع الإعجاب ومع السعادة صنعناها يعني. جميل جدا. فعلا صنعتوا السعادة، والدليل على كذا ذلك أنك أنت لما وقفت عرضت الكل وقف ويبغي يصورك ويلتقط لك يعني الفيديوهات من خلال العرض اللي سويته. اللي ملفت للنظر كذلك البدلة اللي أنت لابسنها، يعني ما أعرف هل أنت ابتكرتها، هل هي تابعة لتفاصيل المشاهد اللي أنت تقدمها؟ خبرنا أكثر عن الأدوات اللي تستخدمها في عروضك. بخصوص العروض والبدلة، البدلة هذه يعني كتصميم أنا صممتها، بس في شركة هي اللي سوت لي البدلة يعني. نعم. ومثل هذه الأشياء مش متواجدة عندنا في الإمارات، فهذه كلها طلبيات من برا، يعني في كذا دولة أنا أتعامل وياها بخصوص هذه العروض. نعم. والأدوات اللي استخدمها مثل ما شفتوا في أداة نحن نسميها البيكسل بوي، هذه اللي تطلع فيها الصور واللوغوات وهذه الأشياء، وفي عرض الليزر اللي هو أكثر شيء أنا مشهور فيه، عرض الليزر مان. وعروض النار. نعم. جميل. طيب إلى أي مدى، هلأ طبعا متعارف على أنه بالدول العربية ليس فقط بالإمارات العربية المتحدة ممكن مهنة لاعب السيرك تكون مهنة هيك ممكن ترسم علامات استفهام، ممكن المحيطين فيك يستغربوا، لماذا هذه المهنة بالتحديد؟ وهل أنت بعيد عن مجال عملك الفعلي؟ طبعا بعيد، يعني العمل اللي أنا فيه غير عن الشيء اللي أنا أقدمه يعني. ونحن كدولة الإمارات دائما نحب نتميز في شيء. نعم. فما شفت حد طلع بهذه الصورة يعني بهذا العرض أو شيء، ففكرت أني أكون أول واحد يعني أطلع. بس شو اللي استهويك بالبداية؟ شو اللي شدك لهالعرض؟ أنه كنا نشوف العروض هذه، نشوف يوم الأجانب يقدمون العروض فننعجب، نقول ليش نحن ما نجرب هذا الشيء؟ نعم. ليش ما يكون عندنا هني مثل هذه المدارس تعلمنا؟ نعم. حلو حميد. يعني أنت من الأوائل اللي دخلوا في يمكن هذا العالم اللي حبوا أنه يتميزون فيه، بروحك تعلمت ولا كيف وصلت لهذه المرحلة من المرونة في الانتقالية واستخدام الأدوات هذه في العرض؟ وين الناس ممكن بعد أن تشوف هذه العروض؟ التعليم كان عن طريق اليوتيوب صراحة، التوتوريال هذا كله أخذه عن طريق اليوتيوب، يعني ما في حد يعلمني، أنا روحي تعلمت. وطبعا واجهتني بعض الصعوبات في البداية أن كيف أتقن هذه الحركات واللفة، بس مع الممارسة الحمد لله صار هالشيء يعني. نعم. طبعا خاصة أنك تعلمت بعمر متقدم، عادة كل اللاعبين الموجودين بالسيرك بيبدوا بعمر كتير صغير حتى يطوروا مرونة ومطواعية بأجسامهم. إذا بدي أسألك عن جزء مفضل بالعرض، جزء دايما بس تقدمه بلامس قلبك وبلامس قلب المشاهدين اللي بيكونوا عم يحضروك أو الموجودين؟ عرض الليزر مان، هو مثل في عرض أتم أحرك فيه الليزر وهذه الأشياء، وعلى أساس أني أصنع الشخصية، شخصية الليزر مان مثل الأبطال السوبر هيروس، سوبرمان باتمان، أنا ليزر مان. نعم. فحاب أصنع هذه الشخصية تكون محبوبة يعني. سوبر حميد يعني؟ الليزر مان، هي الليزر مان اسم الشخصية الليزر مان. وين تبغي توصل حميد في هذا الإبداع؟ تبغي في يوم من الأيام تكون عندك مثلا مدرسة خاصة في تعليم العروض الخاصة بالسيرك؟ نعم. أبغى أفتح مدرسة لتعليم هالأشياء، وفي نفس الوقت
حاب أدير مثل هاي خيمة السرك، وحاب أن تكون إدارة إماراتية يعني. جميل. في عرض السرك. الله يوفقك إن شاء الله صراحة. باختصار إذا بسألك وين بتشوف حالك بعد 5 سنوات، وين بتشوف نفسك؟ إن شاء الله في العالمية إن شاء الله. يعني أقدم خارج الدولة يعني عروض. إن شاء الله طبعًا. إحنا أحمد الظاهري لاعب سيرك إماراتي، أول شيء شكرًا على الجو اللي أطفيته على استوديو دبي هذا الصباح، وشكرًا لوجودك معنا. شكرًا لك، ونتمنى لك دائمًا سعادة الناس بكل الطرق وفي كل مكان. آمين. الله يوفقك إن شاء الله. آمين. إحنا وصلنا لنهايتنا في هذا اليوم، نتمنى أن أسعدناكم كذلك في حلقتنا. نلتقي غدًا إن شاء الله في حلقة جديدة. إلى اللقاء.